السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكل متابعين قناة أكلنا بالمصري. إن شاء الله النهاردة هنشوف فكرة بسيطة قوي نخمر بيها العجين في عز البرد. كلنا بنعاني في الشتاء إن العجين بياخد وقت كتير قوي علشان يخمر، يعني بيقعد أكتر من ساعة، ساعة ونص وممكن ساعتين كمان. وعلشان نخليه يخمر بسرعة بنهيئ جو دافي، يعني بندفي الفرن أو بنغطي العجينة بحاجات تقيلة قوي وبرضه بيغلبنا. النهاردة هنخلي العجينة تخمر في 10 دقايق بس بفكرة بسيطة جدا جدا، وبالطريقة دي هنعجن كل يوم ومش هنشيل هم الوقت خالص. يلا بينا نسمي الله، وطبعا هنشوف مع بعض ايه العجينة اللي احنا هنجهزها علشان نشوف هنخمرها ازاي. ايا كانت المكونات اللي هنستخدمها، سواء عجننا بمية، بحليب، استخدمنا سمن، زيت، زبدة، استعملنا بيض، مش هيفرق خالص مع نوع العجينة او المكونات اللي هنستخدمها مع العجينة. المهم ان احنا بعد ما نخلص عجن والعجينة تبقى تمام، كل اللي هنعمله ان احنا هندهنها من بره بمعلقة زيت. ضروري ان احنا نغلف العجينة بمعلقة زيت علشان مش عايزينها تلزق في الكيس، لان المفروض بعد ما هنخلصها هنحطها في كيس ثلاجة. فأهم خطوة ان احنا نغلف العجينة كويس قوي بالشكل ده. كده خلاص هي بقت جاهزة. هنبتدي نشوف دلوقتي هنعمل ايه. هنحتاج كيس من اكياس التلاجة. لازم الاول نختبر الكيس ان هو سليم، يعني هنعبي كده شوية هواء بسيطة ونضغط عليه. لو لقينا الكيس مش بيسرب الهواء يبقى كده تمام، نقدر نستخدمه. فضروري ان احنا نشوفه علشان لو الكيس فيه اي فتحة يبقى هنبوظ الدنيا، لان المفروض ان احنا هنحطه في مية. فبعد ما هندهن العجينة زيت نختبر الكيس كويس قوي. هحط العجينة جوه الكيس بالشكل ده، وميزة بقى الزيت انه هيخليها تتزحلق كده وتدخل في الكيس بكل سهولة، وكمان هنقدر نطلعها من الكيس بكل سهولة. هنعمل ايه بقى؟ هنضغط على العجينة ضغطة بسيطة كده، وبعد كده هنسيب مسافة في الكيس. احنا مش عايزينه يبقى مليان هوا، لكن هنسيب مسافة علشان طبعا العجينة هتزيد دلوقتي، فيبقى في مسافة تعلى فيها. وهنربط الكيس من فوق، ضروري ان احنا نعمل له عقدة يعني تمام كده، ما تسربش اي حاجة خالص. هنعمل عقدة في طرف الكيس من فوق وهنشدها كويس قوي، وبكده العجينة جوه الكيس يعني زي الفل. خلاص كده بقينا في الأمان، العجينة في كيس مقفول وقفلنا الكيس كويس قوي. يعني هنجيب بقى حلة فيها شوية مية سخنة، لكن سخنة لدرجة ان احنا نحط فيها ايدينا يعني ونستحمل السخونية، مش عايزين مية فاترة او مية دافية بسيط. لو لقينا المية قليلة نقدر نزودها بشوية كمان، بحيث ان احنا نخلي المية تغطي الكيس. هنغطيها ونسيبها 5 دقايق بس. طيب بعد 5 دقايق هنيجي بقى نشيل الغطا ونلف العجينة الناحية التانية، لان ممكن الكمية البسيطة اللي هتزيد فيها العجينة تطلع بره المية وما تبقاش وصل لها المية السخنة. فهنعمل ايه؟ هنلفها الناحية التانية. طبعا لاحظنا ان العجينة زادت حاجة بسيطة، لسه ما اخدتش طبعا التخمير اللازم. هنسيبها 5 دقايق تاني، وبعد 5 دقايق هتكون بالشكل ده. هنلاحظ ان العجينة كده اتمددت كده وانتفخت في الكيس وخدت يعني حجمها. التخمير طبعا باين، شكل العجينة اتغير خالص وطبعا زاد حجمها. هنلاحظ ان هي لينة قوي وناعمة ومليانة هواء. كده خلاص هي مش محتاجة وقت تاني. لكن لو لاحظنا ان العجينة ما خمرتش بسرعة في ال10 دقايق، يبقى معناها ان الجو برد جدا والمية بردت بسرعة. فكل اللي هنعمله ان احنا هنحط الحلة دي على النار دقيقة او دقيقتين، لكن مش نار عالية، مجرد بس نسيب المية تسخن بنفس الشكل اللي استخدمناها في الأول خالص. لكن نخلي بالنا نشيلها على طول، يعني احنا مش عايزين الحلة تفضل على النار، العجينة كده مش هتخمر، دي هتستوي. احنا بس هنسخن المية وندفي بس المية كده للعجينة علشان تقعد دقيقتين كمان وتخمر وتبقى بالشكل ده.
هنطلعها من الكيس دلوقتي، واول حاجه هنلاحظها ان مفيش اي حاجه لازقه في الكيس خالص، علشان معلقه الزيت اللي استخدمناها. لو نسينا الزيت هنلاحظ ان العجينه لازقه، وطبعا هتغلبنا علشان نطلعها. نقدر كده بقى نشكلها ونقطعها ونعمل فيها اي حاجه، هتطلع ممتازه جدا. وكمان العجينة اللي ما فيهاش خميرة علشان ترتاح وتتفرد معانا كويس قوي، هنستخدم نفس الطريقة برضو، لكن هتقعد وقت اقل، هتقعد 5 دقايق او 6 دقايق بالكتير، والنتيجة ان شاء الله برضو هتظبط معاكم جدا. بالطريقة البسيطة دي هنعجن في عز البرد من غير قلق خالص، ومش هنستنى العجينة تخمر في ساعة ونص ولا ساعتين، والنتيجة هتعجبكم جدا. لكل اللي ما يعرفش الفكرة دي، نفذوها بكل بساطة، ما فيهاش ولا تعب ولا مجهود، والنتيجة ممتازة. وزي ما قلت، لو العجينة عصلجت معانا شوية يبقى المية بردت بسرعة، هندفيها سنة كمان ونستنى عليها 2 3 دقايق، العجينة هتبقى زي الفل. ان شاء الله لما تجربوها هتعجبكم جدا. والسلام عليكم ورحمة الله.